ازيكم يا شباب، معاكم مودي بيس 2020 موبايل. النهاردة هنعمل تفتيح باكجات لباكج انجلترا، انا قصدي الباكج يعني الدوري الانجليزي، علشان يعني انا يعني باكج اللي هو الدوري الفرنسي مفهوش غير امبابي، وانا اكيد عايز امبابي، بس برضه يعني في لعيبة وحشة ممكن تطلعني، فانا مش عايز اصرف كوينز على الفاضي. ماشي، فهفتح باكج دو الباكج بتاع الدوري الانجليزي. انا عايز برونو فرنانديز وسون و كانتي وأداما تراوري، دول اللي انا عايزه. واول تفتيحة ونقول يعني عايزين واحد من الأربعة من إنجلترا طبعا. ومين؟ سون. الله، من أول تفتيحة سون، كويس جدا جدا جدا، يعني ده أنا كنت من نفسي فيه، فالحمد لله جلنا. يعني عايزين كانتي كده، ياريت لو كانتي. نفتح تاني تفتيحة ونقول يا رب كانتي او برونو فرنانديز او اداما تراوري. بسم الله يا رامينا. ماشي، بس مش حلو. بص يا جماعة، انا مش عايز اصرف الكوينز كلها، ف مش عايز اصرف الكوينز كلها، علشان يعني ما كانش مش هيكون معايا كوينز يعني، فانا يعني معلش يعني افتح بتلتمية كوينز واسيب معايا 200 كوين. ماشي، نفتح اخر تفتيحة ونقول يا رب كانتي او برونو فرنانديز او اداما تراوري، بس الاكتر يعني كانتي. مين لعيب مش معروف؟ ماشي، ده كان فيديو النهاردة. يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، ما تنساش الكومنت. سلام.